تعالوا نروح للسنة اليومية اللي احنا استنيناها او اللي احنا يعني بدأناها الاسبوع اللي فات في برنامج اخر النهار مع تامر امين، وهتظل مستمرة ان شاء الله لفترة طويلة، وهي مساعدتنا في الترويج السياحي. كل يوم عندنا لقطة، كل يوم عندنا معلم، كل يوم عندنا حاجة منورة في مصر بنساعد سواء على السياحة الداخلية والترويج السياحي الداخلي للمصريين وولادنا المصريين عشان يزوروها، او تبقى فرصة لسياحنا واشقائنا العرب والاجانب ان هم يتفرجوا على البرنامج ويشوفوا هذه اللقطات، فتبقى من المناطق الجاذبة اللي يحرصوا على زيارة مصر عشان يشوفوها. النهاردة معلم في رأيي من اندر واجمل واحلى معالم الارض، معبد ابو سمبل. يعتبر معبد أبي سمبل من أشهر وأعرق المواقع السياحية المصرية، حيث يقوم بزيارة المعبد العديد من السياح كل عام من جنسيات مختلفة حول العالم. معبد أبي سمبل له رونق خاص جدا رغم بعده عن مدينة أسوان قرابة الساعتين بالسيارة. فهل تعلم أن المعبد يتواجد جنوب مصر بالجهة الغربية لبحيرة ناصر، أكبر بحيرة صناعية في العالم بغرب مدينة أسوان؟ وقد اختارت منظمة اليونسكو معبد أبي سمبل كموقع أثري وتاريخي، تطلب الانتهاء من المعبد 21 عاماً، حيث بدأ العمل به عام 1244 قبل الميلاد، حيث قام ببنائه الفراعنة في عهد رمسيس الثاني الذي كان يسعى لوجود أثر ضخم واضح يعبر عنه عن عصره لقرون عديدة، وكان يتم عبادة الإله آمون به. على مر الأزمان والعصور انطمرت العديد من الآثار المصرية والفرعونية، وكان من ضمنها معبد أبي سمبل، حتى جاء المستشرقون والمستكشفون وعلماء الآثار والتنقيب، حيث تم العثور عليه عن طريق طفل من أسوان كان يعمل لهم كمرشد ودليل، وكان هذا الطفل يدعى أبي سمبل، ومن هنا تم إطلاق اسم أبو سمبل على هذا المعبد تيمناً بهذا الطفل. وتمت إعادة ترميم المعبد منذ اكتشافه، وكانت الأدوات المستخدمة في الترميم هي الحجارة والطين وأدوات حديثة، وكان يتم ذلك بحذر شديد جداً، وكانت التكلفة للترميم تتجاوز 40 مليون جنيه مصري آنذاك. وقد تم تفكيك العديد من قطع المعبد وإعادة تركيبها من جديد بعد الترميم. التاج المزدوج للوجه القبلي والبحري تاج ميناء موحد القطرين، وتمثالين على مدخل المعبد على اليمين واليسار، ورأس وجذع التمثال الكبير من أشهر ما يتميز به المعبد، كما يوجد جدار أسود كبير عليه تماثيل لأربعة من حكام مصر القديمة بشكل هندسي متميز، تدخل أشعة الشمس لتظهر التمثال الكبير في عيد ميلاده السنوي من كل عام. إسراء سعد، آخر النهار.